باسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد أمين. اليوم هو يوم السبت من الأسبوع السادس من الصوم الكبير، والنهاردة نقدر نقول يوم الشكل والتشاكل، الشكل اللي أنا اتخلقت عليه والتشاكل الشكل اللي أنا بعاوز أعيش عليه، بس مش بالشكل اللي ربنا خلقني عليه. القراية بتاعتنا النهاردة من الكاثوليكون اللي اتصلى في القداس، رسالة معلمنا القديس بطرس الرسول رسالته الأولى صح 1 عدد 14 و15: كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهلاتكم، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. اوعوا تشاكلوا الشهوات السابقة، أنتوا اتخلقتوا على صورة الله وكشبهه ومثاله، شكلك لازم يكون شكل مختلف، شكل المسيح، ريحتك تكون رائحة المسيح الزكية، تكون قد لبست المسيح، أنت مميز وأنت متميز، أنت في المسيح خليقة جديدة، إنسان جديد، فلا تشاكل الإنسان العتيق، لا تشاكل شهواتك، لا تشاكل أهل هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم ونظير القدوس، كونوا قديسين شكل القدوس. ربنا يفرح قلوبكم ونشوفكم بكرة بنعمة ربنا.